حديثي ان السميسو المساعد هو اللي يقوم بتسيير المباراه في السميسو. هذه ملاحظه لاحظناها ان مجرد ما تبارك البيت الاول مشيت سيدي السي في مزيان ملي لاحظت خلي زيد مزيان ملي لاحظت انا دليل انك علمتي هذه ها انا منت كيفاش يعني ما بقيتيش نتنسك انك تقدر ترجع في المباراه وانك تحاول تبدل ماكسيموم من اللعب ديال اللاعبين او دير شونجمون اللي يقدر يبدل المباراه. شوف درنا شوف سؤال في محله يمكن درنا دي شونجمون اللي ما اللي ما اللي ما استفدناش منه. صحيح كاين لاعبين يلا راجعين، كاين لاعبين موط كومبيتيسيون شحال هادي ما لعبوش مع الفرق ديالهم، كاين اللي سنه ما لعبش مع الفريق ديالو، فراه غادي يحتاج ضروري غادي يحتاج الوقت، ما يمكنش غادي تدخلوا في هذا. يمكن هاد اللاعبين تقدر تدخلهم وانت رابح انت دير نتيجه مزيانه، ولكن باش غادي تدخل ومطلب منهم شي حوايج هما منهزمين فما غاديش تطلب منهم، يمكن ما يعطوكش داك. يمكن صحيح كاين بعض الناس غايقول لك لا كاين بعض اللاعبين كيتبدلوا النتيجه، ولكن في الوقت اللي بغينا نمشيو باش اننا نسجلوا الهدف ديال التعادل فتلاقينا هدف ثاني، يمكن الهدف الثاني يمكن اثر على اللاعبين بشكل كبير. كنت شفت واش هذه الاستقاله رسميه من الفريق؟ لا بطبيعه الحال. شوف عاد ما كان شي انتوما كتعرفوني ملي كنت لاعب ودابا مدرب، انا بادي في لاكارير ديالي، ما يمكنش انني نغامر بلاكارير ديالي في جواب واضح. كوتش عافاك، شفنا ان هذا الموسم مقارنه مع الموسم الاخر الماضي تراجع كبير في الاداء ديال اللاعبين ديال الشباب في السوالم، واش هذا راجع لان مغادره مجموعه اللاعبين ولا شنو بالضبط فين كاين الخلل نظرك انت؟ حيت هذا الفريق هذا هو اللي كان انتصر في الموسم السابق على مصر، واليوم مصر تسحقوا بثلاثيه نظيفه. شوف ملي كتغير التركيبه البشريه بواحد اللاعبين يمكن اليوم اللي دخلوا من الديبار يمكن راه خمسه اللاعبين، يمكن سته اللاعبين جداد، زيد على ذلك في شنو بدو توش يعني لاعبين كذلك ما كانوش متواجدين معنا السنه اللي فاتت. ف اشتغلنا على هادشي هذا، شوف يمكن في لا بريباراسيون داكشي وادي اشتغلنا على هادشي هذا باش على الاقل دوك اللاعبين اللي جاوا جداد يدخلوا مع الاستراتيجيه ديال الفريق، ولكن هذا ما كيمنعش راه كاينين اللاعبين الحمد لله جاوا عطاونا الاضافه مشكورين، ولكن كاين بعض اللاعبين كما قلت لك كتنقصهم التنافسيه، ف سيرتو في البدايه ديال البطوله فصعيب انك تطلب منهم شي حوايج وصعيب انهم يعطوك داكشي اللي بغيتي، ولكن حنا مابقاش كما قلت لك حنا ما كانش عندنا الوقت، لان بعد الهزيمتين ما كانش عندنا الوقت اننا باش نقولوا غادي ندخلوا لاعبين مجربين او لاعبين اللي ماشي مجربين، ف يمكن ما خداش فرص كثيره مع فريق الرجاء البيضاوي كتنقصوا شويه التنافسيه، ولكن كما قلتي حنا عندنا مشكل كبير في النجاح الهجوميه، كنخلقوا الفرص ولكن ما كنستطيعوش اننا نسجلوا، فيمكن يمكن يكون مع مدرب اخر. بالنسبه لي انا اخر مباراه اليوم كانت مع فريق الشباب الرياضي السامي، انا ملي كنوضع الثقه في اللاعبين ولا الثقه في ولا المسؤوليه على المسؤولين فخصهم حتى هما يكونوا قد المسؤوليه. شي مبكرا شويه؟ لا بالنسبه لي انا ملي كنهضر على شي حاجه، بالنسبه لي انا الشوط الاول اليوم والشوط الثاني بالنسبه لي انا ما مفهومش صراحه، بالنسبه لي ما مفهومش انا واحد السيد اللي ديت بالنسبه لي انا كما قلت لك بالنسبه لي اخر مباراه بالنسبه لي انا قلت لك اخر مباراه بالنسبه لي مع فريق الشباب الرياضي السامي، يمكن من الان يبحثوا على المدرب اللي غادي يمشي هما مع الاستراتيجيه ديالو، بالنسبه لي انا عندي واحد لوجو عندي واحد بلون جو كنبغي فغادي نبقى نحافظ عليه ميم مشيت لشي فرقه اخرى. انا تزدت فرقه كتلعب كره ما يمكنش نجي نلعب نبدل السيستيم دو جو ديالي رغم تكون هزيمه، ولكن على الاقل كتحس بان راه الشوط الاول اليوم راه مغاير كثير الشوط الثاني يعني ما بالنسبه لي انا ما مفهوماش لي بعض الحوايج ما تفهمش عيب كنت تنعرف شعيب باركي لعاب كاريير كبير تبارك الله كان بدايه مشروع تدريبي يعني تقول لنا شنو اللي ما نفهموش ليش بعض النقاط نعرف الشوط الاول سوان كانوا فوق الشوط الثاني شي حوايج ما فهمتهمش الشوط الثاني شوف هادشي كيبقى عندي انا فهمتي ما نقدرش كوتش يعني نقدروا نقولوا السيد شعيب الاداء لا شوف راه باش تشوف الشوط الاول والشوط الثاني مغاير لهذيك الدرجه ف كيبدا يدخل لك الشك بعد كوتش حيت السيد شعيب انك في دوزيام ميطا انك تصور تربيت الاول مشيتي جلستي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.
هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.